الدولة السورية وجيشها الذي يتحرك عشوائياً على أرض البلاد بحجة ملاحقة من يسميهم بالإرهابيين يدمر البنية التحتية للدولة ولا يفرق في ذلك بين مدرسة أو مستشفى، مسجد أو كنيسة. أي من نشرات أخبار بعض المحطات العربية الإخبارية لا يخلو من خبر له المضمون السابق، يقابله على الجانب الآخر صورة أخرى معاكسة تماماً لمقاتلي المعارضة المسلحة. فاحترام الأديان وتنوع الحضارات صنعتهم، وإيمانهم بحرية العقائد يجعلهم لا يقبلون الإضرار بأي معلم أثري أو ديني. نبقى في الشأن السوري، حيث بث ناشطون سوريون صورا على الإنترنت قالوا إنها لمقاتلين في المعارضة المسلحة أثناء قيامهم بإعادة تأهيل كنيسة في حي الشيخ مقصود بحلب. نحن نحترم جميع الأديان. هذه الصور ليست منقولة عن ذات المحطة، فهي لا تظهر ترميماً ولا إصلاحاً للمسجد الأموي في حلب. مقاتلو المعارضة ينزلون قبة منبر صلاح الدين الأيوبي في المسجد لتصبح واحدة من أهم آثار المسجد ومعالمه، مجهولة المصير بعد ذلك. الله أكبر والعزة لله! الله أكبر والعزة لله! الله أكبر والعزة لله! هذا الجزء من هذا الوطن الذي يعبد في الله. هذه الجرافة لا تهدم مقام النبي إبراهيم في الرقة لكي تعيد ترميمه وبناءه من جديد، هدمته باعتباره وثنا يعبد من دون الله. إلا أن نشرات المحطة الإخبارية لم تجد فيما سبق مادة تستحق صياغة خبر على غرار ما وصفته ترميما للكنيسة. ذات من تتعامل معهم محطات الأخبار كثوار يحترمون الأديان في سوريا، يوصفون في مكان آخر بمجموعات إسلامية متطرفة، وتنشر أخبارهم كما هي، يدمرون المعالم الدينية والأثرية، ومنها تدمير 14 ضريحاً في إحدى البلدات وتدمير مسجد عمر الفاروق عن آخره، وأيضاً يذكر أنهم سرقوا قطعاً أثرية ويوصفون بأنهم يشوهون الإرث الإنساني للمجتمع المالي. إن الخراب والنهب الذي تعرضت له مدينة تمبوكتو الأثرية في مالي خلال سيطرة الجماعات الإسلامية عليها أكثر مما أعلن عنه سابقاً، وتحدث خبراء زاروا المدينة عن هدم 14 ضريحاً ذات قيمة تاريخية كانت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنساني، كما أشاروا إلى هدم مسجد الفاروق بمدخل المدينة عن آخره وضيع أكثر من 4200 مخطوط نادر. هذا أيضا ليس خبرا من إحدى محطات الأخبار، ليس لعدم وجود شعار تلك المحطات في زاوية الشاشة، بل لأنه يتحدث عن ضبط لقا أثرية مسروقة أثناء ملاحقة مقاتلين تابعين للمعارضة المسلحة في تدمر بريف حمص. وفي تدمر بريف حمص ضبطت الجهات المختصة بعض اللقى الأثرية المسروقة في أحد المزارع في ريف المدينة أثناء مطاردة العصابات الإرهابية المسلحة، وتبين أثناء الكشف عليها من قبل مختصين أنها تعود للعهدين الروماني والبيزنطي. واللقى الأثرية هي عبارة عن منحوتة صخرية ونقود برونزية وسرج فخارية من المدافن التدمرية وخرز تدمري أثري قديم وقطع نقدية حديثة. مصلحة الدول المتدخلة في مالي عسكريا تقتضي القضاء على من سمتهم إرهابيين، في حين تسميهم ثوارا شرعيين في دول أخرى، لذلك فهي تدعم الحكومة وقواتها بشكل لا متناهٍ وبقرار أممي دولي. تقع مالي بين الجزائر ونيجيريا الغنيتين بالنفط والغاز، وقد يكون العامل الاقتصادي وحده هو الدافع للقيام بعمليات عسكرية بشكل علني في مالي، في حين قد يتخذ أشكالا سرية خفية في دول أخرى. تعتبر مالي منطقة تقاطع مصالح اقتصادية كبرى في القارة الأفريقية، وخصوصا مع اعتبار أنها تعد من أبرز البلاد الأفريقية في استخراج الذهب، كما أن هذا البلد غني باليورانيوم والنفط وبحجر الملكيت النفيس، بالإضافة إلى إمكانيات مالي الزراعية لكونها تقع في حوض نهر النيجر، الأمر الذي يفسر إلى حد بعيد الاهتمام الدولي بمصيرها وتكييف التعاطي السياسي وبالتالي الإعلامي مع ملفها، بما يتناسق بالدرجة الأولى مع المصالح الاقتصادية فيها. في مالي هناك جماعات إسلامية يجمع المجتمع الدولي ومن بعده وسائل الإعلام على أنها مجموعات إرهابية يجب القضاء عليها وقصفها وإجراء تدخل عسكري لضربها
بسبب عجز القوات الحكومية في البلاد عن القيام بذلك، بوقت تتواجد فيه ذات الجماعات الإسلامية في بلاد أخرى من العالم، فيسمى وجودها ثورة شرعية طبيعية، ثم تدعم من المجتمع الدولي وتمد بكل ما يمكنها من محاربة القوات الحكومية التابعة للدولة. لا تلجأ وسائل الإعلام إلى مواقع الإنترنت التي تعتبرها مصدراً في اعتماد الصور والأخبار فيما يخص بلاداً معينة بذاتها، في حين تنتشر على ذات المواقع مقاطع فيديو تظهر الطريقة التي تقصف بها الطائرات الفرنسية مناطق في مالي، وتظهر ردة فعل الأهالي هناك. قد تثبت دراسة الأحداث والحروب الواقعة على الأرض حالياً وتاريخياً أن المحرك الأول وربما الأوحد للمواقف السياسية الدولية هو المصلحة الاقتصادية، وكأداة في يدها تأتي بعد ذلك وسائل الإعلام التي تردد وراء الدول صاحبة الملكية والمصلحة دون التركيز على التفاصيل والأهداف كل ما يخدم تلك المصالح.